لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كتابه: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وهم يستغفرون. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية: كان فيهم أمانان، نبي الله صلى الله عليه وسلم والاستغفار. فذهب نبي الله صلى الله عليه وسلم وبقي الاستغفار. لهذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الاستغفار، قال: الاستغفار يذهب الذنوب ويزيل العذاب. الاستغفار يذهب الذنوب ويزيل العذاب، وهذا مصداق لهذه الآية في كتاب الله تبارك وتعالى. فنبينا صلى الله عليه وسلم كان يطلب من الله تبارك وتعالى المغفرة، وأعظم الأعمال التي كان يطلب فيها صلوات الله وسلامه عليه المغفرة من الله تبارك وتعالى هي الصلاة. فكان في كل ركن من أركانه يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له، بل كان أول الصلاة قبل أن يصلي في الوضوء. لهذا أخرج البخاري من حديث حمران بن أبان التابعي مولى عثمان بن عفان يقول: أتيت بطهور لعثمان بن عفان فتوضأ، فقال رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، فقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ مثل وضوء هذا. ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس، غفر له ما تقدم من ذنبه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في دعاء الاستفتاح بعد أن يكبر تكبيرة الإحرام، كما أخرج البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أنك تسكت سكتة قليلة يا رسول الله، ما تقول فيها؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أقول فيها: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد. وأيضا ما جاء في حديث أخرجه مسلم من حديث علي بن أبي طالب أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح في صلاته فيقول: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت، أنت ربي
اعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فبين بذلك تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر له الذنوب في دعاء الاستفتاح، ثم أنه صح عنه صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث أخرجه البخاري ومسلم من حديث أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في ركوعه وفي سجوده بعد أن يسبح فيقول: اللهم أنت، اللهم سبحانك، اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء في ركوعه وفي سجوده، وكان النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، وكان يقول: اللهم اغفر لي وارحمني وارفعني وارزقني. فتبين بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلب من الله تبارك وتعالى في كل حال وفي كل ركن من أركان الصلاة أن يغفر الله تبارك وتعالى له. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، سره وعلانيته. وأيضا صح عنه صلى الله عليه وسلم بعد أن يسلم كان يدعو فيقول الله استغفر، كان من دعائه صلى الله عليه وسلم من الأذكار: أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله. فكان يستغفر الله تبارك وتعالى 3 مرات. بذلك يتبين لنا أن أعظم الأعمال التي يطلب من الله تبارك وتعالى غفران الذنوب هي الصلاة. فالصلاة هي الصلة بينك وبين الله تبارك وتعالى، وهي سبب لزوال الذنوب والخطايا. فأنت بذلك تستحضر في صلاتك أن يغفر الله تبارك وتعالى، فتسأل الله تبارك وتعالى في كل ركن من أركانه أن يغفر الله تبارك وتعالى لك ذنوبك. بذلك اقتداءً بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبذلك كما أخبر الله تبارك وتعالى: وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فالاستغفار يزيل الذنوب ويزيل العذاب كما قال العلماء، وبذلك يغفر لك ما تقدم من ذنبك كما أخبر عليه الصلاة والسلام كما جاء في حديث عثمان: من توضأ مثل وضوء هذا ثم ركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. فعليك يا عبد الله أن تستحضر ذلك، أن تستحضر أن تسأل الله تبارك وتعالى وتسأله أن يغفر لك هذه الذنوب، وأن يغفر لك ذنوبك في كل ركن وفي كل هيئة من هيئات الصلاة، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلبا من الله تبارك وتعالى أن يغفر لك هذه الذنوب. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أسررنا وما أعلنا وما أخفينا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا